الذي خرج لأداء المناسك أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يجب عليه أن يتبع رسول الله الذي قال: خذوا عني مناسككم. وهذا قسم من أقسام السنة مع القرآن، انتبه معي لكل كلمة. فالسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: الوجه الأول أو الوجه الأول، كلاهما صحيح، أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد وتضافر الأدلة في الباب الواحد، ولا يتسع الوقت للتفصيل. القسم الثاني أن تكون السنة موضحة ومفصلة لما أجمله القرآن، وهذا هو القسم الذي معنا الآن. الله جل وعلا يقول: وأتم الحج والعمرة لله. لكن كيف أتم العمرة وكيف أتم الحج؟ يأتي رسول الله ليعتمر وليؤدي الحج أمام الصحابة ويقول: خذوا عني مناسككم. فهنا السنة مفصلة ومبينة وموضحة لما أجمله القرآن في قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. أما القسم الثالث من أقسام السنة مع القرآن، أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. فرسول الله يشرع مع الله: وما آتاكم الرسول فخذوه، والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فبتشريع من الله يشرع، وبأمر الله يأمر، وبنهي الله ينهى، وبحد الله يحد، لا يأتي بشيء من عنده، بل هو وحي من عند الله جل علاه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود والترمذي بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ومثله معه يعني السنة. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، أي اكتفوا بالقرآن ولا تلتفتوا إلى السنة. وبئس ما قال: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد، فإنما حرم الله كما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم يستنى ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. يقول جابر: حتى إذا أتينا ذا الحليفة، ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرك من حجراته الشريفة ومن بيته الكريم إلى الميقات، حتى أتينا ذا الحليفة، وذو الحليفة ميقات أهل المدينة، وهو يعرف الآن بأبيار علي. فالمواقيت نوعان: زمانية ومكانية. أما المواقيت الزمانية فهي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة باتفاق، واختلف العلماء بعد ذلك في العشر من ذي الحجة وفي شهر ذي الحجة كله، لا يتسع الوقت لذكر الخلاف مع ذكر أدلة القائلين به. الحج أشهر معلومات: شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه هي المواقيت الزمانية. أما المواقيت المكانية حددها سيد البشرية كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: وقت ذا الحليفة لأهل المدينة، وهو الذي يعرف الآن بأبيار علي. والميقات الثاني هو الجحفة، وهو يعرف الآن برابغ، وهو ميقات أهل مصر والشام. والميقات الثالث قرن المنازل، وهو الذي يسمى الآن بالسيل الكبير،
وهو ميقات أهل نجد والطائف. والميقات الرابع يلملم، وهو الذي يعرف الآن بالسعدية، وهو ميقات أهل اليمن. واختلف العلماء على قولين في ميقات ذات عرق وهو ميقات أهل العراق، هل حدد هذا الميقات رسول الله أم عمر؟ اختلف العلماء على قولين، وقد وقفت على أحاديث صحيحة تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدد ذات عرق لأهل العراق. فلما تناساه الناس وسألوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أفتى عمر بذات عرق فوافقت فتواه تحديد رسول الله، ولا عجب، فهو الذي وافق قوله قول الله من فوق سبع سماوات. يقول: حتى أتينا ذا الحليفة، وهو الميقات، لما حدد النبي المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فلا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، فمن تجاوز الميقات بدون إحرام فعليه ما يلي: أولا أن يرجع إلى الميقات مرة أخرى ليحرم من الميقات ولا شيء عليه. ثانيا إن خاف أن يحال بينه وبين الحج فليشترط، بمعنى أن يقول عند الميقات: اللهم لبيك.